ولأن الصورة دائما تكون أكثر تعبيرا عن الكلمات، ولأن الجميع يدرك قيمة الصحة كسبيل للنهضة المنتظرة في إفريقيا، أدعوكم الآن لمتابعة هذا الفيلم التسجيلي الذي نسلط فيه الضوء على الصحة في إفريقيا. إفريقيا درة قارات العالم ومهد أول الحضارات. الأرض الحاضنة لما تبقى من مظاهر الحياة الحرة، وموطن لأكبر مزيج للأعراق واللغات والديانات على كوكبنا. تواجه قارتنا تحديات جسيمة فرضتها مساحتها الشاسعة وصحاريها الممتدة وعدد السكان الهائل وعقود من الخلل الهيكلي لإدارة مواردها بسبب الاستعمار أو التناحر الداخلي، وهو ما جعل منها موطناً لنحو 25% من الأمراض، والأكثر انتشاراً للأمراض الوبائية والمعدية، والأعلى في معدلات الوفاة، إذ تستحوذ وحدها على نسبة 40% من إجمالي الحالات عالمياً. وتظل قارتنا رغم هذه المؤشرات الخطيرة الأقل حظاً في عدد الأطباء والأكثر عجزاً بالمنشآت العلاجية والأشد خللاً في انتظام سلاسل الإمدادات الطبية. ورغم تحقيق العديد من دولها نمواً اقتصادياً مذهل، إلا أن معظم دولها الناشئة لا تزال تواجه معوقات حالت دون تحقيق نمواً كافياً يمكنها من توفير رعاية صحية لائقة أو إقرار برامج تأمين صحي جيدة لمواطنيها. كما تمثل الدخول المنخفضة للغالبية العظمى من سكانها عائقاً أمام الحصول على رعاية صحية ملائمة، وتشكل الزيادة السكانية المتنامية تحدياً هائلاً، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان بحلول عام 2050 بمعدلات زيادة هي الأعلى عالمياً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مجابهة هذه المعضلات الجسيمة سوى بتضافر الجهود وإقرار سياسات تدعم الشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والشركات لضمان استدامة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بالقارة. إن الشراكة مع إفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة واستثمار رابح اقتصادياً وتنموياً. وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعاون الإنمائي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر ومحيطها الإفريقي، تقوم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اليوم بافتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأكبر والأهم أفريكا هيلث إكسكون، والمقام تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة المحور القاري للتجارة والاستثمار وأكبر منصة مستدامة في مجال الصحة بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول التي تضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة والمتوافقة مع المعايير العالمية بجميع دول القارة. أفريكا هيلث إكسكون، معاً نبني مستقبلاً أفضل.